اهلا بيكم مع فلاش 8. فلاش 8 هو البرودكت الاخير لشركه ماكرو ميديا. فلاش لو انت عارف هو بيعمل ايه، هو برنامج بيقدر يعمل انيميشن، بيقدر يعمل بانرز، بيقدر يعمل حاجات جميله جدا، ممكن يعمل برامج حتى. فلاش لو كنت شفته قبل كده او اشتغلت على برامج تانية قبل كده، فلاش مختلف تماما عن البرامج التانية. يعني فلاش في الكونسبت بتاعه مختلف، وفي الجي اي بتاعه او الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعته او الواجهة الرسومية بتاعته مختلفة. فاحنا بالسلسلة الدروس دي بنبسط الاداء جوه فلاش، يعني بنعلمك ازاي تفتح دوكيمنت، ازاي تحط انيميشن، ازاي تعمل انيميشن، ازاي تيمبورت وتكسبورت، ازاي تكتب شويه اكشن سكريبت بساط. هدفنا من الكلام ده كله ان المرحله الجايه ان شاء الله تبقى عارف الفلاش بيشتغل ازاي، لان بعد كده انت هتخش في انيميشن مع ادب، وفي جرافيك مع ادب، وفي اكشن سكريبت طويل. فلو المرحله الاولانيه دي مش موجوده، اعتقد ان السايكل هتبقى او نسبه التسارع بتاعتك هتبقى بطيئه. ف بنصحك اصبر معانا لحد ما نخلص الكونسبت الاولاني ده. ممكن يكون الموضوع ممل بالنسبه للناس شويه، بس انا بوعدك ان انت بمجرد ما تخلص هتبقى فاهم يعني ايه فلاش وهو بيعمل ايه. اقابلكم مع دروس ان شاء الله.